بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في محكم التنزيل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الجلوس لذكر الله تعالى هو وسيلة غايتها أن يتحقق معنى الذكر في قلب المؤمن وكيانه، كي تجنى ثماره وتبزغ أنواره ويوقد سراجه، فيعم بذلك الذكر أرجاء وقته وحياته وأخلاقه وأحواله والعالم من حوله كله. ولا تحسبن الوصل سهل مناله، فكم همم للقرب همت فصدتي. فالتوصل إلى هذه المعاني الغالية الجميلة وتلكم المعاني العالية الجليلة يبدأ بالتواصل، والمقصود به التواصل القلبي الدائم مع القلوب الحية بالله الموصولة بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه: حقت محبتي للمتواصلين فيه. ربط قلبك بهم وشبك روحك دوما معهم مع رعاية حرمتهم وحفظ ودادهم وآدابهم هو البداية والوسط والنهاية في طريق الذكر. اربط قلبك بشبكة النور، كن متصلا على الدوام بأهل النور، كن موصلا للنور، ثم حرك كل ذلك بالجلوس للذكر في جلسة الذكر. فما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.